بسم الله الرحمن الرحيم. يونت 1 بيج 4 صفحة 4. الكلمة الأولى تو طوال أو على مدار اسمها إيه؟ ثرو أوت. بس اتنطق إزاي بقى؟ ثرو آخرها أو وأوت هتبدأ بو، فتقول ثرو أوت. ثرو أوت ده كلمة بتبتدي دبل كده صغيرة. ثرو أوت يعني أول أوفر، بتدي نفس المعنى. تمام؟ يعني على مدار اليوم، على مدار السنة، طول العام، طول الأسبوع، هي ثرو أوت هي أول أوفر. نخش مع الجملة اللي وراها. spelling mistakes يعني اخطاء املائيه. spelling mistakes طبعا الاي ان جي ما بتطقش الجي، بقف عليها. spelling mistakes spelling mistakes. كلمه interesting يعني شيق او ممتع، ها يعني very good او حاجه جميله يعني. طب add يعني يضيف، add يضيف يعني ايه؟ to say further يعني، يعني تحط معلومه حاجه تانية. طيب ناخد اسئله كده عليها شفوي عشان نستخدم الكلمات اللي فوق دي. نبص على الكلمات ونختصر. بقول I am، اللي عايز بقى ترجم وانا بقول I am afraid يعني بقول له زي ما اسر يؤسفني. Your essay بقول له يؤسفني، يعني واحد مثلا كتب essay زي باراجراف كده بس essay بيبقى اطول شوية. واحد كتب essay فبقول له يؤسفني. I am afraid معناها خائف، بس هنا بمعنى يؤسفني. ليه معنى ايه؟ يؤسفني مستغرب ان الباراجراف الايساي بتاعك، يور ايساي، مش احنا قلنا يور يعني مقالك، يور ايساي مقالك. المقال اللي انت كاتبه يعني. هذا يعني به، هذا يعني ايه؟ به. A lot of ممكن اقراها a lot of، a lot of به الكثير من ايه؟ mistakes spelling spelling برافو spelling mistakes يعني ايه؟ يؤسفني ان اقول لك يعني ان الايساي بتاعك مليء اخطاء املائيه، فاهم؟ يعني السبيلنج بتاعه غلط. طب اخش على اللي وراه. She has been making cakes يعني هي بتعمل كيك. هي بتعمل ميك مع كيك تصنع الكيك. And other واذر بيجي وراها اسم جمع وحلويات اخرى. بتصنع الكيك وحلويات اخرى. ايه ذا دي؟ عايز اقول طول اليوم. طوال اليوم. يعني طول اليوم شغاله في الموضوع ده. يبقى throughout the day. Throughout the day. بالثها. بليز من فضلك ايه مور شوجر يعني حط يعني مزيد من السكر. مور شوجر تو ماي كوفي الى القهوه. اي لايك ات سويت صح كده. مزيد يعني مور يعني مزيد يعني اكتر يعني. اور نيو سكول ممكن اور ده اور زي حرف الاور كده بس تقول اور نيو سكول. اور نيو سكول هاز ا ويل اكويبد لانجويج. ايه بقى كده؟ عايز اقول لاب معمل صح. لاب. طب بصوا بقى معايا اللي هنا بيقول لي unlike my classmate. كلمة unlike ما بحبش. لا لا على خلاف او مش زي، على عكس. اكتبوا على عكس زملاء. my classmates زملاء. اكتبوا هنا unlike بمعنى على عكس او بخلاف زملاء، يعني انا مش زيهم يعني معناها كده. فوتبول كرة القدم مش interesting. هو هم شايفين ان هي ممتعة. لا انا لا اراها ممتعة. معنى الكلام كده على عكس زملاء. كلمة unlike على عكس. My classmates football isn't interesting. خلاص مش قلت لكم isn't تترجم مش، ها مش شيقة مش ممتعة يعني عشان هم شايفين ان هي ممتعة. ينفع تعيد لي كلمة الدرس ده؟ بيتكلم عن ماجازينز المجلات. ماجازينز المجلات هنقرا الكلمة الأولى. في كلمة أكاديمي يعني مكان للتعليم زي سكول كده، ها أكاديمية. أكاديمي يعني سكول. طيب aged أقول مثلا إيه؟ she's aged يعني at the age of يعني في سن، ها او بالغ من العمر. صح. لا aged مش لا معناها بالغ من السن، بتيجي وراها الرقم يعني. aged 19 يعني يبلغ من العمر 19 سنه، يعني عنده 19 سنه. كلمه animation اللي هي الصور اللي هي الرسوم المتحركه دي، ها زي الكرتون يعني. moving picture especially cartoon films. moving هي تحريك الصور وبخاصه في افلام الكرتون. طيب باز دي بقى ليها معاني كتير. يحدث ضوضاء او لو جت ويز باز. ويز يعني يعج بيه، يعني المكان يعج بيه يعني يمتلئ بيه، ها مليان كذا. يبقى ليها معني يحدث ضوضاء او يعج ايه بيه، بس بتيجي مع ويز يعني بيعمل دوشه. كلمه كونستراكت. كونستراكت يبني معناها بيلد يبني، نفس المعنى. كونستراكت هي بيلد يبني. كرول يعني قاسي. بتساوي انكايند يعني غير طيب مش حنين يعني. ديزاين تصميم. تصميم ها يعني فورم او ميك ذا شيب اوف سمثينج يعمل يعني شكل الحاجه. انثوزياستيك دي الكلمه دي معناها متحمس. بصوا ان
enthusiastic. In. قسموها in. So. Enthusiastic. 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 Enthusiastic يعني متحمس. عايز ايه؟ Enthusiastic يعني متحمس يعني like to do something يعني بيحب يعمل حاجة بايه؟ برغبة كده او بحماس. كلمة evidently يعني surely بالتأكيد. Evidently evidently بتساوي surely يعني بالتأكيد. Evidently. خلاص؟ ولو شلنا منها ال ly evidently دي معناها دليل. دليل على الحاجة. المهم evidently يعني surely. Find out about. Find out about. ها معناها ايه؟ يكتشف او يعرف معلومات عن. يعرف معلومات ايه؟ عن. يعني know about something أو discover. كلمة how often قلناها قبل كده كم مرة بتسوي how many times هي هي كم مرة بتروح النادي كم مرة كذا. كلمة interested بتاخد حرف الجر in ودي لازم يسبقها verb to be يعني يجي قبلها am أو is or interested قبلها am أو is or وبعدها in بعد كده تقول بقى مهتم بإيه بتسوي keen on أو fond of مغرم بيه محب للحاجة دي مهتم بيها يعني. ها طيب موتيفيت يحفز يعني ايه حفز يعني encourage يشجع encourage هي هي موتيفيت يشجع. ناخد بقية الكلمات. كلمة بصوا كلمة نطق ايه neighborhood مش hood hood اخطفوا الاو كده neighborhood short vowel يعني يعني ايه neighborhood الحي الجير او المنطقة يعني نقول عليها المنطقة بتاعتها neighbor neighborhood neighbor neighborhood الجي والاتش ما بتتنطقوش اللي هو الحي قول الحي منطقة اكتبوا عليها المنطقة اهو بص the area هو المنطقة المكان يعني or لا تنفع المنطقة or a place او المكان where people live الذي يعيش فيه الناس المكان اللي الناس عايشة فيه in one place اللي احنا بنقول عليه الحي المنطقة منطقتنا ها neighborhood يقول our neighborhood يعني منطقتنا الحي بتاعنا حتتنا كده يعني. كلمة put up يعلق بتسوي hang hang يعلق ها يعلق حاجة كده لوحة يعلق صورة ماشي put up quiz معناها ايه اختبار زي امتحان صغير كده run معناها يدير run معناها ايه يدير بتساوي لا من ضمن معانيها يجري او يدير يدير ايه بقى organize ينظم يعني زي المدير مثلا اقول مثلا مستر فلان runs the project هو اللي بيدير المشروع هو المسؤول عنه يعني مصمم المشروع لا هو اللي بيديره هو المسؤول هو اللي بيدي الاوامر وبيشوف الشغل وكده المدير يعني يبقى organize or be in charge بص كلمة in charge of something هو المسؤول عن الشيء ده in charge of يعني هو اللي مسؤول عنه بينظم او مسؤول عن الحاجة هو اللي بينظمه او هو المسؤول عنه ده بنقول عليه run يدير يدير يعني هو البوس يعني الرئيس يعني كلمة set مع out معناها يبدأ في رحلة عمل او رحلة يبدأ رحلة او يبدأ عمل يعني start doing something or journey يعني بتيجي مع الرحلات ينطلق في رحلة او يبدأ يعمل حاجة مكلف بيها تمام set out نطق ايه set out set out take part in دي يشارك فيه على بعضها take part in معناها يشارك فيه بتسوي share او contribute يعني ايه take part in يعني مثلا هشارك في المسابقة اللي المدرسة هتعملها يبقى take part in competition خلاص يخش فيها يشارك فيها كلمة topic يعني موضوع بتسوي subject برضو موضوع ها او عنوان لان احنا نقول الموضوع الموضوع نفسه كلمة volunteer يعني متطوع واحنا قلنا المتطوع اللي هو do something بيفعل الشيء for no money يعني بدون مقابل ها صح زي الفولنتري ورك العمل التطوعي volunteer ده بقى الشخص المتطوع بيشتغل من غير فلوس خلاص work for no money for no money كلمة leaflet ده منشور او كتيب بيبقى كتاب صغير كده فيه تعليمات كده زي حاجة مثلا واحد شارك التلفزيون بينزل معايا كتالوج صغير كده ده اسمه leaflet كتيب او منشور a very small book كتاب صغير جدا ها or a few paper او شوية ورق كده ماشي to advertise something للإعلان عن شيء يعني كلمة interview يعني المقابلة الشخصية يعني واحد مثلا meeting someone انك تقابل شخص to get information about him or her لتك ممكن تنطق interview او interview الاثنين صح ماشي اللي وراها بقى كلمة column column ديت عمود بص الان في الاخر ما بتتنطقش column ما تنطقوش الان طيب معناه ايه عمود يعني في الناس اللي بتكتب في الجرايد مش بقولك انا ليه عمود في الجورنال يعني معروف هو في الصفحة التانية على اليمين
الحته اللي بيكتب فيها دي في الجورنال اسمها كولوم. اهو بص ده معنى ايه؟ اهو بتبقى في النيوز بيبر او في المجازين يعني. تمام، خانه كده ليه حته بيكتب فيها. انتوا كده فاهمين يا جماعه الكلمات دي؟ حاجه تعبيرات كده بتتحفظ على بعضها. يعني مثلا get on with يتماشى مع، يعني يتماشى ينسجم مع الوضع، يتكيف مع الامور. ها get on with معناها to enjoy being with somebody، ان هو يستمتع كونه مع شخص ما، يعني خلاص ياخد على على الناس يعني. كلمه session يعني جلسه، دي عباره عن ايه؟ جلسه زي حصه كده. a period of time يعني فتره من الوقت، to do a certain activity انك تقوم بنشاط معين، يعني زي احنا مثلا حصه كده، زي الحصه اللي جلسه تعليم حاجه كده اسمها سيشن اللي وراها. ريسبوند تو يعني بص، ريسبوند تو معناها يستجيب لي، دي غلط صلحوها، اكتبوها يستجيب لا يرد على، يرد على مش يدير، دي مكتوبه غلط، يرد على ريسبوند تو يرد على، مكتبه هتلاقوا في غلطات. يبقى ريسبوند تو يعني يرد على او يستجيب لي، عايزين تكتبوا يستجيب لي ماشي. كلمه بورتريت دي لوحه، بتبقى صوره كده كبيره متعلقه. ها بورتريت يعني لوحه. كلمه تكنولوجي اللي هي تكنولوجيا معروفه. رش معناها يعجل يعني يندفع يعني يسرع. رش ها معناها a violent forward motion يعني حركه فجائيه وللامام، يعني عايز اقول ايه يندفع كده. ها كلمه انكلود يشتمل على، انكلود يعني ايه؟ يتضمن او يشتمل على، ممكن يتضمن. حتى مثلا كان في يقول له ايه ذا انكلود ذا مامي رومز، هل هذه تتضمن دخول غرف المومياء؟ لو تفتكروها انكلود يعني تشتمل على او تتضمن، يعني التذكره دي تتضمن ان اخش بيها يعني غرف المومياء، او تشتمل على دخول غرف المومياء، كانت في الجمله دي. كلمه يتضمن او يشتمل على هي دي ايه؟ انكلود. اجزاء الكلام، الكلمه ممكن تكون ناون اسم او ادجكتيف يعني صفه، او فيرب فعل، او ادفيرب ظرف. يعني ايه اسم؟ ناخد مثال سكول مدرسه، خلاص ده اسم. لما اقول لي اقول بولايت على حد، او بيوتيفول جميل، او نايس، كل ده صفه. لما اقول فيرب بلاي يلعب، انفايت يدعو، ها فايند اوت يكتشف او يعرف، ديسكاس يناقش، كل ده فيربس. طب ايه الادفيرب؟ ان احط للصفه اللي هو زي بولايتلي بادب، كويكلي بسرعه، نايسلي بلطف، اول جيدا. طب ناخد امثله كده ونشوف الترجمه. ستودنتس ده اسم، كرييت يعني بيعملوا بيصنعوا، ابورتريت لوحه، اوف ذا تاون للمدينه، خلاص. فستودنت وبورتريت وتاون كل دي ناونس اسماء، الطلبه، اللوحه، المدينه، كل دي بنقول عليه اسم. نخش على اللي وراه. ميني بيبل العديد من الناس، ار انثوزياستيك ودي بتاخد حرف الجر اباوت يعني متحمسين ليه او بشان يعني. ذا نايس بروجكت هذا المشروع الجميل. طبعا نلاقي ايه اللي جه هنا؟ انثوزياستيك متحمس ده صفه، نايس جميل صفه. تمام نخش على اللي وراه. وي ماست موتيفيت بيبل، موتيفيت يعني انكورج نشجع نحفز، موتيفيت نحفز او نشجع الناس، هو شير اللي هيشتركوا معانا نشجعهم يعني نجيب لهم حاجات حلوه. بص بقى معايا كده اللي وراها، بيقول لي هنا ستودنتس الطلبه توك يتحدثون، كلمه بولايت مؤدب، لما اقول بولايتلي بادب، شفت بقى يتحدثون بادب عشان جت بعد فعل، بعد الفعل بحط الظرف، بعد الفعل بحط الظرف. ها يعني افتر ذا فيرب ويوز ذا ادفيرب، بعد الفعل بنستخدم الادفيرب اللي اخره ال واي، زي يتحدثون اهو، قال بولايتلي ولا بولايت ولا بولايتلي؟ بادب عشان في فعل قبلها. اند كوايتلي وهدوء، بيتحدثوا بادب وبهدوء، بس انا ما جاش بعدها فعل، ما عشان ما الاثنين بيوصفوا الفعل، الفعل اللي هو توك يتحدثون، يبقى بادب و بهدوء. تو ذا جيسز للضيوف، والتي هنا ما بتتنطقش، جيسز جيسز الضيوف. طب ليه التي ما بتتنطقش؟ عشان بين حرفين ساكنين، اس قبلها واس بعدها، الاثنين حرف ده ساكن وده ساكن. ها فهنا في الحاله دي ما انطقش الاس، اقول ايه؟ جيسز، ما انطقش التي، جيسز الضيوف. طب بولايتلي بادب،
quietly بايه بهدوء. الاثنين دولت بنسموهم adverb. بنسموهم ايه؟ adverb. مفهوم يا جماعه اللي انا بقوله؟ yes. دي ينتج. لما اقول production انتاج يبقى هنا اصبح هنا ينتج بقت انتاج. حطينا ايه انتهت بايه؟ تي اي او ان. كل بقى الكلمات اللي جايه هتنتهي بالمقطع شان اللي هو تي اي او ام. ماشي. ناخد مثلا مثال بريزنت يقدم. طب عرض تقديمي او تقديم بريزنتيشن بريزنتيشن شان. المهم انتهت بشان. انيميت انيميشن كرييت. احنا قلنا كرييت يخلق او يبدع. يبقى كرييشن الخلق او الابداع. نخش على وراء. انفايت يدعو. انفيتيشن الدعوه. الدعوه بقت دعوه. ايماجين يتخيل. ايماجينيشن التخيل. ايماجين بقت ايماجينيشن. موتيفيت يحفز. موتيفيشن التحفيز او التشجيع. يعني افهم من كده ان حولنا الفيرب اللي هو زي موتيفيت يحفز لموتيفيشن تحفيز. كرييت يخلق او يبدع. الخلق او الابداع كرييشن بقت ايه؟ الفعل بقى اسم. الفعل اتحول لايه؟ لاسم باضافه المقطع شن. تمام؟ فهمت؟ هنا يا جماعه دي عمليه استخدم الكلمه اللي بين القوسين عشان تديني نفس المعنى اللي انا مديهولك. ما تغيرش المعنى. يعني مثلا بقول ماي براذر اخويا كان درا. تتنطق درا درا كده. كان درا ان ا فيري بيوتيفول واي. يعني بطريقه جميله جدا. عايز استخدم بيوتيفولي. ماي براذر كان درا بيوتيفولي. صح. يعني يستطيع ان يرسم بطريقه جميله. هي بيوتيفولي بطريقه جميله من غير ما اقول بقى ايه كل الكلام ده. تدي نفس المعنى وبتيجي بعد الفعل على طول. السؤال اللي وراه نمبر 2 بول ذا تيتشر بريزنتد. يعني المدرس قدم. قدم عرض يعني ذا ليسن الدرس ايزلي بطريقه سهله. قدمه بطريقه سهله. عرضه بطريقه سهله. فعايز اقول عرض المدرس للدرس كان سهلا. ذا تيتشرز بريزنتيشن. ذا ليسن اوف ذا ليسن. ممكن اقول اوف ذا ليسن. The teacher's presentation of the lesson. عايز اقول كان سهلا بقى. The teacher's presentation of the lesson easy. لا كان سهلا. بس السهل دي easy. عايز اقول كان سهلا. يبقى قولها تاني كده. The teacher's presentation of the lesson was easy. برافو. السؤال الثالث بيقول ان some scientists بعض العلماء did experiments عملوا تجارب تنو ليعرفوا about the new virus. ليعرفوا بص ليعرفوا عن الفيروس الجديد. عايز اقول ايه؟ ليكتشفوا معلومات او ليجدوا معلومات. في كلمة بقى نعمل ايه التغيير اللي يحصل؟ يعني شيل know about وحط find out. find out about. يعني لا مانيش دعوة بقى about. ما هتيجي مع الاثنين. يبقى نشيل ايه؟ know about. ما about هاخدها. اي على فكرة find out about محتاجين about برضو. يبقى نشيل ايه؟ know. ونحط برافو عليك. يعني ايه بقى نو اباوت؟ هي فايند اوت اباوت. يعني ايه؟ يعرف عن. يكتشف معلومات عن. فهمت قصدي؟ تدي نفس المعنى. اللي وراها وي وود لايك. نحن نود تو هانج. نعلق. عايزين نعلق اور ادفيرتسمنت. اعلاننا يعني اور دي بتاعنا حاجات. اور ادفيرتسمنت ان ا جود لوكيشن في مكان جيد. يبقى وي وود لايك تو بوت اب. بوت اب. برافو. اشيل بقى هانج واحط بوت اب وبعد كده اقول اور ادفيرتسمنت ان ا جود لوكيشن. فهمتوا كده؟ بقيت الجمله عادي. اللي وراه بيقول لي زي ديسكاست. هم ناقشوا اور سكول بروبلمز. مشاكل مدرستنا فور لونج. الفتره طويله. فعايز اقول النقاش عن مشاكل مدرستنا كان طويلا. النقاش ذا ديسكشن عن اباوت اور سكول كانت was long. صح. The discussion about our school was long. الجمله اللي وراه بيقول لي ان والدي. بص بس الترجمه. My parents asked me to. طلبوا مني ان. احفظ الترجمه. بيجي وراها المصدر. طلبوا مني ان انا شارك. شير يعني in the school activities. في الانشطه المدرسيه. فانا عايز اشيل شير اشارك واحط كلمه تدي نفس معناها. My parents ما تنطقش التي. My parents asked me to take part in the school activities. برافو. اشيل بس شير واحط تيك بارت. ها ليه؟ شير ان هي تيك بارت ان. دي شارك فيه ودي شارك فيه. اللي وراها بيقول لي هنا this doctor. هذا الطبيب يعني is from. من خلاص مش عارف. فاكر لما قلت لكم اسم مش بتترجم بس بتيجي قبل حرف الجر زي from. فهذا الطبيب من
The area المنطقة I am living in المنطقة اللي أنا عايش فيها. عايز أقول بقى هذا الطبيب من منطقتي. ها من حي من الحتة اللي أنا فيها يعني. تتقال إزاي؟ This doctor is from my neighborhood. اختفوها كده neighborhood. It's from my neighborhood يعني من منطقتي. تمام؟ طيب السؤال اللي وراه بيقول لي what do you think about يعني ما رأيك فيه. ده تعبير اتحفظ. what do you think about ما رأيك في girls education. كلمة girls education تعليم البنات. طب ليه هنا حتى أبصرف بس؟ ده سؤال عشان كده. عشان ده بنات الجامع صح اسم جامع ما ينفعش احط بعد يا أبصرف اسم. الكلام ما قلت لكم ايه بعد الاس أبصرف بس بعد الاس أبصرف بس. يبقى girls education يعني تعليم البنات. انا عايز اقولها opinion. what's your opinion opinion about girls education. حط جي كده صغير education. ايوه ماشي. هنا بيقول لي ان اخي يحب كره القدم. اخويا بيحب كره القدم جدا. عايز استخدم interested. my brother is interested in football. برافو اللي وراها صح. يا interested لازم يسبقها verb to be am او is or وبعدها in وتكمل بقى الاسم اللي هو مهتم بايه يعني. تمام. بس لو في verb زي play نقول playing football يعني. لو في verb نحط له ing بس هو كده football فاقولها على طول football. طب عايز اقول عمي يبلغ لا كان عنده كان يبلغ من العمر 30 سنة عندما تزوج. كلمة got married يعني تزوج. My uncle was aged 30 صح عندما تزوج. Old when لا years old بقى 30 years old يعني عندما بقى تزوج ايه when he ايه got married. المهم هتحط aged فين بعد was تبقى الجملة صح. فهمنا بسرعة بس كده اللي بيجي مع دو عشان ترجمة اللي امسكوا بقى قلم وترجموا معايا. اللي بيجي بعد دو واللي بيجي بعد ميك نحفظ بقى خلاص. ميك بتيجي مع بريكفاست لانش دينر يعني يعد يجهز يعني يعد. ها يعد الفطار الغداء العشاء كيك تي يعني يعد يعد الشاي يعد الكيك. طيب اللي وراها بص ممكن ميك ان ايفورت يعني يعمل جهد. يعمل جهدا صح يعمل جهد. ميك مع فريندز يعني يكون افكار يكون اصدقاء او يتصاحب. ميك ان اكسكيوز يعني ايه يعمل امتحان. لا اكسكيوز ده عذر او حجه يعني يعمل عذر يعتذر يعني. بصوا كده معايا يقدم عذر يعني يقول يعمل عذر يقدم عذر يعني. كلمه ميك بلانز يعني يعمل خطط يعمل ايه او يخطط. ميك بلانز يعمل خطط او يخطط. ميك اكول يعني مكلمة. يعمل مكالمه. ممكن تيجي بقى فيديو كل مكالمه فيديو. ها ميك اكول يعني يعمل مكالمه. ميك ابروفيت يعني يكون يعمل ارباح او يكسب فلوس يعني. ها تيجي بقى ميك ماني. طب لا يعمل خساره بقى ميك لوس. يبقى ميك ابروفيت دي معناها يربح وميك لوس يخسر. فهمت قصدي. المهم ميك بتيجي مع الكلمات دي. ميك بروجريس يعني يعمل تقدم يتقدم في الحاجه يتقدم يعني. ميك بروجريس يتقدم. ميك افاس ميك ابيس ميك نويز. طبعا انتوا عارفين ميس دي اللي هي الكركبه او الفوضى ونويز الدوشه وترابلز مشاكل وبروبلمز برضو نفس الكلام. بسرعه برضو نفس الكلام. بص بقى ميك ا تشويس يعني يختار بتساوي تشوز. ميك ا تشويس بتساوي ايه تشوز يختار. ميك ا تشويس هي تشوز يختار. ميك ان ابوينتمنت يعني يعمل ميعاد ياخد ميعاد يعني من حد. ها يحدد ميعاد. ميك ا ديسكشن ديسيشن يتخذ قرارا. دي مهمه قوي. ميك ا ديسيشن يتخذ قرارا بتساوي ديسايد. بتساوي ايه ديسايد هي ميك ا ديسيشن. كلمه ميك ا كومبلينت يشكو بتساوي كومبلين يعني الاثنين دول اشيلهم واكتب كلمه كومبلين لحد الان بس من غير التي. كومبلين لحد الان من غير التي بتساوي ميك ا كومبلينت. ميك ا كومبلينت يقدم شكوى. هي كومبلين يشتكي. يعني التي مش بتنطق اصلا. لا عم تقها. ممكن ميك ا كومبلينت بس بتساوي كومبلين من غير التي يشكو. الاثنين صح. لا انا قصدي لو شال لو عايز تشيل ميك ا كومبلينت تقول كومبلين بس. فاهمين قصدي؟ زي ميك ا ديسيشن تقول ديسايد. البديل ديسايد بدل ميك ا ديسيشن. تمام؟ وميك ا تشويس بتساوي تشوز. ميك ا تشويس بتساوي ايه؟ تشوز. فاهمين الحاجات دي كده؟
انما فيد بقى دوب تيجي مع ايه بقى؟ دوب تيجي مع هوم ورك، بيعمل حاجه، بتعمل مع الهوم ورك اكسبيرمنت ريسيرش، دو ريسيرش يعني يعمل بحث، يبحث. لا يعمل بحث كده زي الابحاث اللي دو ان اكسرسايز، يؤدي تمرين، دو ماس، يعمل رياضه، يحل الحساب، دو هاوس ورك، يعمل شغل البيت، دو ديشز، دو بقى مع ديشز يغسل الاطباق، دو لوندري يغسل الملابس، يشغل الغساله ويحط يطبخ، دو ذا كوكينج يطبخ على بعض، بتسوي كوك، دو ذا شوبينج بتسوي شوب، دو ذا شوبينج بتسوي شوب، دو ا جود جوب، يبقى كلمه جوب مرتبطه بدو، دو ذا ايرننج يكوي، يكوي دو ذا ايرننج بتسوي ايرن بس، دو مي ا فيفر يعني يعمل معروف، يعمل ايه؟ معروف يعني يخدم حد، يقدم له خدمه. كلمة دو يور بورد يعني لا يؤدي ما عليه يعني. دو جودو، بص الالعاب العنيفة بقى زي جودو، كراتي، ها ريسلينج، المصارعة، كل ده اسمه دو، ماشي كده يا جماعة؟ دو كونغ فو، دو جودو، دو كراتي، خلاص كل ده بيسبقه دو. دو دامج يعني لا ممكن يحدث خسائر او اضرار، يحدث خسائر او دمار، يخرب يعني، يخرب ها، يبوظ. كلمة دو مع دراجز، طبعا دراجز دي معناها العقاقير، ها تمشي المخدرات او العقاقير الطبيه، تمام. كلمه دو رايت يعني يفعل الصواب، يفعل ايه؟ صواب. ودو رونج يفعل الخطا، يعمل الغلط. دو جود يعمل الخير، يعمل ايه؟ الخير. يبقى الثلاثه دول بيجوا مع دو. دو سمثينج يفعل شيء، اي حاجه فيها ثينج، اي حاجه فيها ثينج، دو ثينجز يفعل اشياء. دو سمثينج، دو ناثينج لا يفعل شيء. تحتيهم بقى برده كده، بص هنا هحط يا شن يا منت، مثلا اكويب منت دي معدات، انا بقول عشان الترجمه، بريزنت يقدم، انا عايز اقول عرض تقديمي، بريزنتيشن احط لها ايه؟ بس احط ايه الاول قبل شن؟ بريزنتيشن. ارجيو منت ده الجدال، لان ارجيو يجادل. انفايت يدعي او يعزم، عايز اقول الدعوه نفسها، انفيتيشن، لا بس احول الاي لايه عشان احط شن، انفيتيشن. ايماجين إيماجينيشن، التخيل، اشيل الاي واحطها ايه عشان اعرف اكتب ايماجينيشن، ابدل انيميشن، انيميشن اللي هو الايه المحاكاه والتقليد يعني، ها اللي هي الرسوم المتحركه وكده. اول سؤال هنا بيقول لي ايه هنا؟ شي هي، لو قال سميلز غلط ليه؟ لان سميلز دي بتيجي بعد الحاجه اللي عشان اقول ريحتها كذا، يعني ابدا مثلا ذا فود الطعام اقول سميلز كده يعني، انما هي بتشم الدخان اللي خارج من المطبخ، يبقى ايزي سميلينج. فهمتوا كده يا جماعه؟ ايزي سميلينج بتشم كده عشان تشوف الدخان ده جاي منين. فهمتوا كده؟ يبقى تشم نقول ايزي سميلينج. طب سميلز بتيجي بعد اكلك، يعني مثلا اقول الاكل ريحته كذا، الورد ريحته كذا، اول حاجه اقول سميلز كذا، يعني مثلا ذا فلاور سميلز ريحتها كذا، كده تبقى رائحته او رائحتها. فهمتوا اللي وراها؟ بيقول لي هنا الجمله اللي وراها بيقول اي نقط someone يعني شخص ما، خدوا بالكم من الحته دي يا جماعه، knocking on the door. انا قلت لكم في افعال ما ينفعش احط لها اي، انا اسمع، بقول انا سامع، اسمع شخص ما بيخبط على الباب، هنا ما ينفعش الاسم خالص. طب واحنا قلنا هير من الافعال الحواس، هير وسي وتيست وسميل، كل ده ما ينفعش احط لها اي ان جي، فاهمين؟ يبقى انا اسمع، يبقى يا مصدر يا اس، يبقى هير، اي هير اسمع. ليه؟ لان الافعال دي ما ينفعش احط لها اي ان جي، تمام. انا سامع شخص بيخبط على الباب. نخش على الجمله اللي وراها. الجمله اللي وراها بيقول لي يو وونت، بقى ده وونت مصدر اهو، ابدا بايه عشان احط المصدر؟ هل تريد ايه؟ يو وونت، دو يو وونت، دو يو وونت، هل تريد صح؟ تو هاف، تحب يعني تتناول، اكاب اوف تي ناو. الجمله اللي وراها بيقول نحن، برضو كلاف من الافعال اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي، يبقى وي لاف على طول اللي وراها. هي تفضل، برضو بريفير من الافعال اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي، خلاص. هي تفضل قراءه، حتى تو واتشنج عن، بتحب تفضل القراءه عن مشاهده التلفاز، تو هنا بمعنى عنها، بريفير لما تيجي معاها تو يبقى يفضل كذا عن كذا، وبيجي بعد بريفير الفيرب فيه اي ان جي، ماشي. الجمله اللي وراها حاطط يو اندرستاند، واندرستاند مصدر، المصدر مرتبط بدو او داز، ماشي يا جماعه فاهمينها؟ اندرستاند مصدر، ما ينفعش اقول ار يو واحط مصدر، ار يو يبقى احط الفيرب اي ان جي، وانا عندي اندرستاند مصدر، واندرستاند اصلا من الافعال اللي ما ينفعش احط لها اي ان جي، يفهم، لان من افعال الادراك، خلاص. يبقى ابدا بدو يو، ما ينفعش ار يو، ار يو حط لي اي ان جي،
فهمتوا؟ نخش على اللي وراه. This car هذه السيارة عايز اقول تخص، وبرده كلمة فعل يخص ما ينفعش احط له اي ان جي، يخص اللي هو بلونج ما ينفعش احط له اي ان جي. امال اعمل ايه؟ قال يا بلونج يا بلونجز. لو حاجة واحدة تقول بلونجز، لو حاجات كتيرة تقولوا بلونج. دي بلونجز. بلونجز تو مي، تخصني. القبلة اللي وراها نحن وي نوت ان جاد، نؤمن بالله. بيليف ان جاد دي حقيقة، دي ايه؟ حقيقة. فالحقائق كلها في البريزنت سامبل، يعني مصدر او اس، مصدر او ايه؟ ما ينفعش احط لها ان جي. كلمة هنا ودي يعتقد او يؤمن، دي ما ينفعش احط لها ان جي. طب الجملة اللي وراها هي تأمل، برضو فعل يأمل ما ينفعش احط له اي ان جي. شي هوبس، ماشي. طب وي نحن فورجيت تو فورجيت، ننسى تو ووتر ذا جاردن، هي برضو فيها خطر، المفروض فورجوت نسينا مش ماشيه ننسى. ها لا هي فورجوت بس ماشي. المهم فورجوت يعني بينسى ان هو يعمل الحاجه. برضو فورجيت وريمبر من الافعال اللي ما ينفعش احط لها ايه؟ اي ان جي. وضحت؟ طيب هنا بقول ذات كيك از ديليشس، هنا هبدا بالكيك وعشيل از واحط تيست. بس هل اسيبها تيست كده مصدر؟ ما هو كيك واحده، الكيك ده مفرد ولا جمع؟ تيست. طب لا معلش، لا التغيير بقى انت ما تحلوش، اعمل لي خط على الكلمه اللي هتتشال. بس مين اللي هتتشال؟ از ديليشس. لا ما ديليشس صفه. اه يبقى تيست از ديليشس، فهمتها؟ يبقى ليه اللي اتشال؟ از بس. طب ناخد اللي وراه. كل شويه مستر وصوتك بيطلع كده. يمتلك اهي اونز اهو ا كمبيوتر. رامي هاف ا كمبيوتر. ما حدش يقول هاف، ما ينفعش رامي تاخد هاف. رامي هاف ا كمبيوتر. سهله الجمله اللي وراها. ذيس تيبل هذه الترابيزه هاز ا راف سيرفيس، يعني لها سطح خشن. عايز اقول ملمسها خشن، اعمل ايه؟ تيبل فيل فيل ده تيبل واحده سيرفيس. لا انا بقول فيل ملمسها، يعني اقول فيل لا فيلز فيلز بعد كده اقول رف، اقول الصفه بس كل الباقي ده ملوش لازمه. طب الجمله اللي ورا فيلز رف. الجمله اللي وراها اهو هاو نايس، سيبك من هاو نايس بقى. ذيس ديش هذا الطبق، هنا ديش بمعنى الاكله، هذه الاكله عايز اقول ريحتها طبق الرز يعني. ذيس ديش اوف رايز هذا الطبق من الرز سميلز نايس على طول. فهمنا الكلمه سميلز نايس عشان طبق الرز ده ريحته حلوه، فهمت قصدي؟ سميلز نايس. الجمله اللي وراها تومورو غدا اي ام فيزيتنج مونا، هنا بقى شيل فيزيتنج قول سيينج، تدي نفس المعنى. سيينج بلاي ان جي لان سي لو جت باي ان جي لا يزور. بص افهمني سياره، بس لو جت ام از ار وسيينج يعني اي ام سيينج هزور فلان. نحفظها سيينج لو جت باي ان جي يعني هزور منام، مش فهمتوها كده؟ انما بمعنى يرى ما ينفعش احط لها ان جي. يبقى سي لو اتحط لها ان جي تدي معنى يزور، تدي معنى ايه؟ يزور. انما سي يرى لا ما تحطلهاش ان جي. اللي وراها هنا بيقول لي تيست يعني مذاقه. ها وات تيست ساندويتش اوف جام، فعايز اقول ايه؟ يعني له من مذاق جميل للساندويتش المربى ده. فعايز اقول ساندويتش المربى ده مذاقه حلو، مذاقه جيد. اقولها ازاي؟ ذيس ممكن ذيس ساندويتش اوف جام صح؟ تيست ولا تيستس؟ هو ساندوتش واحد تيستس ما واحد ساندوتش واحد يبقى تيستس ايه؟ جود صح تيستس جود. اللي وراه هي از تراينج، هو بيحاول تو نو ان يعرف هاو هيفي، ممكن اشيلها واقول ذا ويت اوف، ذا ويت اوف يعني وزن، ذا ويت اوف يعني وزن، ذا ويت اوف يعني ايه؟ وزن. فهمت؟ وي يزن بس عايز اقول وزن الحاجه دي، فاشيل هاو هيفي اقول ذا ويت اوف. ذا ويت ايه؟ معناها وزن، ويت بالتي كده وزن. ذا بوكس بقى ها؟ وتلغي ار كمان، ونلغي ايه ار؟ الجمله اللي وراها رامي از سو تشيرفول، شفره مبتهج فرحان يعني. توداي اليوم، رامي مبسوط قوي النهارده. عايز اقول يبدو مبتهجا ها؟ رامي لوكس. ما ينفعش اقول بقى از بقى خالص، از دي تتلغى لان لوكس بمعنى يبدو ما ينفعش احط قبلها از. يبقى لوكس ايه؟ مبتهجا. لا اقول ايه تشيرفول؟ لوكس ايه؟ ممكن سو تشيرفول عادي. لوكس سو تشيرفول او لوك لوكس تشيرفول. فهمتوها كده؟ الجمله اللي وراها بيقول مام امي وانتس تو نو تريد ان تعرف هاو هيفي، ما نقول انها خلاص ما دي قلناها صح؟ اشيل هاو هيفي واقول ذا ويينج ها؟ او ذا ويت اوف، ذا ويت اوف. فهمتوها كده يا جماعه؟ يعني ممكن اكتبها انا ويت وي لحد الاتش كده يزن، عايز اقول وزن اقول ذا ويت خلاص؟ طيب يبقى اشيل هاو هيفي واقول ذا ويت اوف، اقول ايه؟ ذا ويت اوف. طب الجمله اللي وراها ميتال المعادن اكسباند اكسبانشن
occurs تحدث، يعني بص تمدد الميعاد يحدث عندما تسخن. فعايز اقول المعادن بتتمدد عندما تسخن، او metals expand when heated برضه، when ايه heated او when we heat them. يعني هتشيل occurs طبعا عندما فهمت كده؟ اصل انت ما تشيلش، بص تقول ايه الدوله بالعربي والترجمه، metals المعادن expand بتتمدد when عندما we heat them، عندما ايه we heat them نسخن عليها. ان ايرن نيل، نيل ده المسمار، وايرن الحديد، يبقى المسمار الايه الحديد سينكس يغرق بيختص يعني ان واتر، دي حقيقه بس انا عايز ابدا بالمسامير الحديد، يبقى لازم اعمل تعديل اير سينيلز سينك ان سينك بس من غير الاس عشان دي المسامير. طب وي جيت هيت اند لايت فروم ذا سان، نحصل على الضوء الحراره والضوء من الشمس. ها عايز اقول ذا سان ايه بقى، الشمس ايه تعطينا يعني ايه gives us تعطينا هيت اند لايت، ماشي كده سهله. ار ذي جود ات بلين كده، هل هم يحبون لايت ما تجيش مع ار، يبقى ار ذي لايك غلط، اخليها ايه دو ذي لايك، دو ذي لايك لان لايك ما تنفعش تبدا بار عشان ده مصدر، لازم تبدا بدو، دو ذي لايك بعد كده بلين جولف، ما لايك ممكن احط وراها الفيرب في ايه اي ان جي.